مشاهدينا ورجعنا لكم مره تانية في انا والناس، ولسه مكملين معاكم. برحب بضيوفي مره تانية، الدكتور عمرو يسري استشاري الطب النفسي، والدكتور مروان الاحمدي استشاري العلاقات الزوجيه. وبنتكلم عن مصنع الرجال. هل الرجاله محتاجين عندنا في مصر ان هم يتاهلوا قبل ما يتجوزوا، يفهموا زي ما دكتور مروان قال سيكولوجيه الست، وهي محتاجه ايه ومش محتاجه ايه، ومسؤوليه الجواز عشان يقدروا ياخدوا خطوه زي دي. بس احنا حسيت في الحلقه جينا شويه على الرجاله، يعني الحلقه كلها كانت عن الرجاله وجينا شويه عليهم، شويه صغيرين. فنتكلم بقى عن الستات شويه. دكتور عمرو، الست ذكيه الناصحه الشاطره لو اتجوزت واحد ولقت فيه العيوب دي، ما بيشيلش مسؤوليه، متخاذل في اداء واجباته الزوجيه، عايز يرمي كل حاجه عليها، وانا اتجوزك ليه وانت تطبخي وانت تمسحي وانت تكنسي وانا ارجع الباقي البيت نظيف، وقومي هاتيلي وقومي اعملي لي، وعايزه تبقى واقفه كده ما يرتاحش غير وهي طول النهار بتلف بتورف في البيت. في رجاله كتير كده. الست الذكيه تروده ازاي؟ تتعامل معاه ازاي؟ مش اول حاجه نقول يلا بينا نتطلق، ده انا مش عاجبني، ده مش راجل. لا، طب ما هو ممكن يكون الراجل اللي انا بحلم بيه، انا اتجوزته ليه؟ عشان فيه قبول، واكيد انا بحبه عشان مميزات تانية، لقيت فيه العيوب الخطيره دي بعد الجواز، اعمل ايه؟ طيب السؤال طبعا ملوش اجابه. ليه؟ لانه بيعتمد مفيش حاجه، يعني قصدي مفيش اجابه تعمم. الاجابه تبقى حسب شخصيه الرجل. لان في راجل بيجي باللين، وفي راجل بيجي ببعد المراه عنه لانه بيحبها جدا، فتقدر تحسسه بانه مثلا هي رفضها فتره، وفي راجل بيجي بقله الادب، ست تزعق له وتتخانق معاه وبتاع، فوق بقى تفوقه كده كل شويه فوق. مفيش اجابه ثابته ليها علاقه بشخصيات الرجال اللي الست بتتعامل معاهم. اللي بيهمني قوي ان انا انصح الناس انهم اول ما يتجوزوا بدري لو ما كانوش اتفقوا قبل الزواج على هيعملوا ايه، خدي بالك من حاجه، في شخصيات سواء الرجاله او الستات داخلين يستنزفوا الاخر، ونقول كده they never have enough، يعني اكنك كل ما تدي في العلاقه اكنك بترمي في بير ملوش قرار. فاكرين دي زكاوه، فاكرين او مش فاكرين كده، شطاره انا كده. الشخصيات دي ملهاش الا انها من اول الجواز تتحط في قالب معين، في الزام من جهته بانه مثلا لو رجل بخيل لا قدر الله، اسوأ عيب في الازواج، مش في الرجال، في الازواج، الزوج البخيل والنكدي والعياذ بالله، دول بيبقوا مزعجين للمراه جدا. الرجاله دول يلزمهم من الاول خالص ان الست بتعمل ايه مع الراجل البخيل في الاول خالص. الست عاده المصريه بتعمل ايه؟ بتستلف من ابوها، ولو بتشتغل تصرف و وتنتقد فيه وتفضحه عند الناس كلها، وده بخيل وتتكلم عند الناس. في ستات كتير بتعمل كده. تقوم الست تعمل ايه مع الراجل البخيل؟ تعمل ايه بقى؟ تفرض عليه ان هو ينزل يجيب الاكل بتاع البيت عشان يشوف بعينه الحاجات اسعارها عامله ازاي، يقوم يشترك هو ما بينه وما بين نفسه فيزيكالي ماديا بواقع الحياه. خدي بالك، الست اللي بتفرض في هذا الحق فترة بيبقى حق مكتسب عند الرجل. صح. مش دريان هي بتبذل مجهود. يعني الست ما تلاقي اخطاء في الرجل ما تتنازلش، او ما تقولش قدامها هيتصلح، وما تتخانقش ولما يعمل حاجه زي كده تشجعه، برافو عليك انا مبسوطه بيك قوي، انت جميل، انت يعني انا عايز اقول لحضرتك شجعه. مش برافو عليك، بلاش برافو عليك الراجل بيبي. يعني على انه عيل صغير بتقول له ايه؟ طيب تقول له الراجل كتر خيرك يا مهنيني. الست في اول الجواز بتبقى سعيده بانها بترضي الراجل بالشكل ده، هي دي الغلطه الحقيقيه اللي الست بتعملها في اول الجواز، عايزه تثبت له ان هي مالتي فانكشن، يعني ان هي بتعمل كل حاجه متعدده الوظائف. انت عايزني هنا ده غلط. ده غلط. ده هو ده اللي بتيجي ترجع تشتكي منه بعد خمس سنين، متعود على كده، بتبقى عودته بقى هي، مش هو جاي متعود من البيت. هي اللي بتبقى في الاول علشان تبقى لها كريدت، يعني ابنك على ما تربيه وجوزك على ما تعوديه. انت كده اول ما يخش البيت عوديه على الحاجات اللي انت اللي شايفه ان هي صح، يعني لما تحسي ان هو دور سيبيه يتصدر مسؤوليته. انا بس الفكره في بس انا عايزه اعقب على حاجه حضرتك قلتها قبل ما تقول. قلت لي انه الست في اللي بيجي بالخناق، والرجاله بتيجي بالخناق، وفي اللي بيجي بالحنيه، وفي بيجي بالبعد، وفي بيجي. طيب انا بس عايزه اغير له مفاهيمه، مش عايزه ان انا اخليه يعمل اللي انا عايزاه وخلاص، لا، انا عايزه اغير المفاهيم دي عنده. تغيير مفهوم يساوي اعاده تاهيل. انت بتتكلمي اعاده تاهيل، يعني كائن بشري واحد عايش بقاله 20 30 سنه بمفهوم معين تجاه الحياه. طب انا اعمل اعاده تاهيل دي ازاي؟ ما اقول لك الست الاستباره، عارفه الايه بتاعت وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها. الاستباره على استمرارية الطلب
بشكل لائق ومحاولة إنها تشركه معاها في الحاجة اللي هي عايزاه ينتبه ليها فيحس بالمسؤولية تجاهها. يا فندم ده في الصلاة، فما بالك في الأمور الحياتية يعني في الصلاة يعني تصبر عليه وتطلب منه مرة واثنين وثلاثة. مفيش حد بيحط بذرة ويسقيها ومستنيها تطرح تاني يوم. أيوة صح. الست مستعجلة واللي بوظته في سنين عايزه تصلحه اول ما تروح للدكتور. أيوة ويقول لها روشته. فعلا انا معترفه معاك بده. اللي بتبوظيه انت بقى استني عليه، استني على اعاده التاهيل الثانيه زي ما انت دخل معاك البيت كان على استعداد انه يتشكل مع قليل من الذكاء منك على اللي انت عايزاه، رحت انت خربت الدنيا في اول سنه. بتيجي بقى تقول لك يا اما انا مش مستحمله الوضع، يا اما انا ما لقيتش فيه اللي انا كنت بدور عليه.